بالنسبه للشخصيه الملقات ديالو كتاهل وجه باحدى الدواوير قريبه من المكان اللي حنا واقفين فيه دابا في اطار قضيه تتعلق بالتعيين او بتكوين اصابه اجراميه متخصصه في سرقه الموسيقى والجنايه كذلك تعيب وتخريب منشات ذات منفعه عامه وبالضبط سرقه لقطه الاسلاك الهاتفيه وكذلك المحولات الكهربائيه المنطقه الصناعيه اللي عرفتها مؤخرا هذه المنطقه هذه الابحاث والتحريات سواء التقنيه او الميدانيه صارت الى تشخيص المعنيين بالامر وسبق تقديم 6 اشخاص تواريخ 14 21 و30 من هذا الشهر هذا هذا الشخص كذلك بقى مبحوث عليه اللي وقع وقع دابا اللي طرا في راسه ديال الصندوق الخلفي فارغ اي شائبه غادي نسلموا له الاوراق وغادر النقطه المذكوره بحال عاديه وطبيعيه. سنة سعيدة اخويا. Thank you.
دوز اساي I'm going to go to the hospital.